شكرا لزميل نايف بسعود البلوي على التواصل مع انتهاء الجولة الأولى وبداية الجولة الثانية مع انطلاقة الشوط الأبكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ لسن اللقاية والأربعة كيلومترات هي المسافة المقررة مباشرة. أذهب مع المركز الأول من تأتينا هناك هملولة بشعار هجن الرئاسة يتواجد سعيد بن شطيط الوهيبي في عملية التضمير. المركز الثاني هناك تأتينا صوغة لسمو الشيخ محمد بن هزاع آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني يتواجد أبو حمد مع المركز الثاني في عملية التضمير. المركز الثالث هناك من تأتينا على ثالث المراكز مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام المسك لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم ومحمد بن مسهر بالقوبع في عملية التضمير. ولكن ما شاء الله أبو صقر يصل مع جبار الهجن الرياسة وحمد بن شطيط الوهيبي ينطلق من المناطق الخلفية ليأتينا ويحل ثانيا في هذه اللحظات. المركز الثالث أعود إلى ثالث المراكز ووصلت هناك الطيارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرفي في عملية التضمير. المركز الرابع تأتينا المسك لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن مسهر بالقوبع. بينما هناك خامس المراكز تصل صوغة لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي الغيلاني. المركز السادس ريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبد الله بن سالم المسافري يأتينا مشاهدين الأعزاء مع المركز السادس. المركز السابع تأتينا هنا أرى اللي هي ندى لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج المري. والمركز الثامن هناك شاينية لهجن الرئاسة محمد بن مبارك المهيري في عملية التضمير. المركز التاسع تأتينا هملولة لهجن الرئاسة بتواجد سعيد بن شطيط الوهيبي. بينما هناك عاشر المراكز الشاهينية لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وعبد الله بن خلفان المزروعي في عملية التضمير. إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هذا هو ندانا للعشر المراكز الأولى. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل. ولكن مقدمة الشوط هناك هملولة لهجن الرئاسة يتواجد سعيد بن شطيط الوهيبي مضمرا لهملولة على مقدمة الشوط. بينما ثاني المراكز أرى هناك جبارة لهجن الرئاسة وأيضا حمد بن شطيط الوهيبي في عملية التضمير على ثاني المراكز. المركز الثالث تأتينا هناك الطيارة على ثالث المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيق بن سالم بالعرطي الحميري هو من يقدم الطيارة على ثالث المراكز في هذه اللحظات. المركز الرابع هناك ريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري. خامس المراكز ندى لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج المري. بينما سادس المراكز هملولة لهجن الرئاسة بتواجد سعيد بن شطيط الوهيبي. والمركز السابع أيضا هملولة لهجن الرئاسة بتواجد سعيد بن شطيط الوهيبي. والمركز الثامن تأتينا صوغة لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني في عملية التضمير. بينما الاسم القادم من الجانب الآخر الشاهينية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحج الهاجري في عملية التضمير. إذن هذا هو النداء مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. وبدأنا أيضا في الكيلو النهائي الكيلومتر الأخير بقيادة هملولة على الصدارة هملولة على المركز الأول بهذا الأداء الجميل لهجن الرئاسة يتواجد الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي في عملية التضمير. بينما جبارة على ثاني المراكز لهجن الرئاسة حمد بن شطيط الوهيبي من يقدم جبارة على ثاني المراكز. والمركز الثالث وصلت ندى لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج المري. المركز الرابع هنا أيضا هملولة لهجن الرئاسة وسعيد بن شطيط الوهيبي. والمركز الخامس الشاهينية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحج الهاجري. بقول جولة الأوامر وحرك اللي بيحرك وروح اللي بيروح مع بداية الموسم
الاسم ولكن هملولة هملولة رباعية الشوط هناك مع شعار هجن الرياسة، ولكن اذا التهاني للمرة الرابعة لهجن الرياسة على فوز هذه الهجن في اول الموسم، اذا تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية موصولة لسعيد بن شطيط الوهيبي على هذا الاداء الجميل، تهانينا والناموس. هذه لحظات الوصول، هنا لحظات الوصول لهملولة، تهانينا والناموس. المركز الثاني هملولة لهجن الرياسة، المركز الثالث الندى لهجن الرياسة، المركز الرابع جبارة لهجن الرياسة، المركز الخامس شاهيني لصاحب سمو الشيخ محمد برايد المكتوم، المركز السادس هناك هملولة لهجن الرياسة من المركز السادس وحتى المركز العاشر. أترك هذا للجنة الخط التي لها في مثل هذه المواقف. أعود بالتوقيت الزمني من الأربعة كيلومترات، هنا لحظات وصول هملولة قاطع المسافة في 6 دقائق 22 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرياسة والثانية موصولة لسعيد بن شطيط الوهيبي، بينما ثاني المراكز هناك هملولة لهجن الرياسة 6 دقائق 23